اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. هو يوم عيد الغدير، وهو عيد الله الأكبر، وعيد آل محمد صلى الله، وهو أعظم الأعياد. ما بعث الله تعالى نبيا إلا وهو يعيد هذا اليوم ويحفظ حرمته. واسم هذا اليوم في السماء يوم العهد المعهود، واسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. وروي أنه سئل الصادق عليه السلام: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة. قال الراوي: وأي عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله محمد اليوم الذي نصب فيه رسول الله أمير المؤمنين، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. قال الراوي: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ قال: الصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد. والصلاة عليهم. وأوصى رسول الله أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا، وكذلك كانت الأنبياء تفعل، كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا. وفي حديث أبي نصر أن الرضا عليه السلام قال: يا ابن أبي نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله. فإن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. ولدرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين. وأفضل على إخوانك في هذا اليوم، وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة. والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم 10 مرات. يا مستمعين الكلام، صلوا على البدر التمام محمد. وفي نص حديث الغدير جاء: أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى الحج في 10 من مهاجره، وأذن في الناس بذلك. فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به في حجته، تلك التي يقال لها حجة الوداع، وقد خرج معه في ذلك العام 120,000. فلما قضى مناسكه وانصرف راجعا إلى المدينة ومعه من كان من الجموع المذكورات، ووصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، وذلك يوم الخميس 18 من ذي الحجة. نزل إليه جبرائيل الأمين عليه السلام عن الله بقوله:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأمره أن يقيم عليا علما للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد. وكان أوائل القوم قريبا من الجحفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان، حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقيم ما تحتهن، حتى إذا نودي بالصلاة عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن. وكان يوما هاجرا يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء، وظلل لرسول الله محمد. بثوب على شجرة من الشمس، فلما انصرف من صلاته قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل، وأسمع الجميع رافعا عقيرته، فقال: الحمد لله، ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا غادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي قبله، وأني أوشك أن أدعى فأجيب، وأني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيرا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون على الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي. وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما: ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما، وعرفه القوم أجمعون. فقال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي
أنت مولاه فعلي. قالها ثلاثة: فمن كنت اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وابغض من أبغضه وانصر من نصر واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ألا فليبلغ الشاهد الغائب أعوف ولايتك حيدر محاله، لأن حبك وسط روحي محل محالة. وذكرك كل ذنب بي محالة محالة، وحبك سيدي أصبح سجية. يا حيدر كل ملك عندي هو لك، وانا بلا صلاب دلالي حوالك حوالك، وراس الكفر بالهيبة هو لك. من شاف الفقار يلوح ضيا، أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، فكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قسيمها. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خلوا من الذنب معصوما من الزلل، وطار في الجو لا يأوي إلى جبل، وغاص في البحر لا يخشى من البلل، وصام ما صام صواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا كسل، فليس ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي أفضل الصلاة والسلام. اخوان اللي يجمعون الصدقات تفضلوا تفضلوا قبل لا تطلعوا. طبعا من افضل الاعمال في مثل هذه الليله ويوم غد الصدقه والتوسعه على العيال والاحسان الى المؤمنين كما تقدم في الروايه التي ذكرتها. صلوا على محمد وآل محمد.